وبشأن استمرار الصراع بين شركاء العملية السياسية على المناصب في ظل الضغط الإيراني لتشكيل الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، بداية مرحبا بك. ما دلالة تواصل الصراع على المناصب بعد مرور نحو 8 أشهر من إعلان النتائج؟ باعتقادي أنه ليست هناك بوادر لتشكيل الحكومة بعد مرور ما يقارب 8 شهور من الانتخابات التي جرت، وإنما هم يماطلون هذه التشكيلة بسبب أو لآخر، ومنها هذه الأسباب التي أدت إلى صراع قائم بين الكتلتين المسمات بالكتلة الشيعية، هو أن الطرف الثاني غير التيار الصدري يريد أن يدخل ضمن العملية السياسية ومتمسك بهذه العملية السياسية لأنه يخاف من الخروج من العملية السياسية، وبالتالي يجب أن يحاسب هؤلاء على الفترة الزمنية التي مرت في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن، ارتكبت من أخطاء جسيمة أضرت بالشعب العراقي، ولذلك يذهبون إلى إيران من أجل إيجاد صيغة مشتركة بين التيار وبين التنسيق للموافقة على القبول بعملية. طيب. دكتور محمد، إلى أي مدى تتوقع أن يرضخ التيار الصدري للضغوط؟ أنا باعتقادي أنه التيار الصدري لحد الآن مصر على أنه حكومة وطنية غير قائمة على أساس المحافظة، وإنما هناك ضغوط ممكن الضغوط الإيرانية تولد موافقة جديدة، لأنه لا يمكن الاعتماد على طرف التيار الصدري بهذه القضية، ولذلك يجب أن يكون هناك طرف آخر يدعو إلى قضايا أساسية في التشكيلة، لأنه هذه التشكيلة أصبحت هي بحكم الدستور الذي هم أقروا منتهية. طيب. الصلاحية. أستاذ دكتور محمد، يعني تقاسم اللجان البرلمانية بين الأحزاب وإعادة تدوير الوجوه نفس الوجوه، أسلوب المحاصصة الطائفية والحزبية، ألم يثبت فشل هذا الأسلوب في السابق؟ لماذا تتم إعادة هذه الخطوات مرة أخرى وإعادة تدوير نفس الوجوه؟ هل هذا يؤكد ما تقوله القوى الوطنية العراقية باستحالة التغيير من الداخل؟ هو بالتأكيد أنه هذه الأطراف التي هي تدور نفسها هي تريد أن تتمسك بالمحاصصة الطائفية، ولذلك باقين على هذا التوجه، وإنما إن وجد هناك أطراف أخرى في الحركة الوطنية إن وجدت فعليها أن تقوم بتقديرات مهمة، وهي أنه انتهت الفترة الدستورية التي كان من المفروض تشكيل حكومة وبالتالي إجراء انتخابات جديدة على أساس دستور جديد للبلد ينهو وبشكل نهائي الطائفية، وإنما يعتد بمسألة المواطنة، وهذا شيء جيد بالنسبة للعراقيين، لأنه لم نتعود على أنه طائفية قائمة بين هذا الطرف أو ذاك. طيب. دكتور، الصراع الحالي بين الأحزاب مع الضغط الإيراني وتدخلات إيران في العراق، إلى أي مدى يؤشر إلى غياب أي مشروع وطني يعكس ما تتحدث به هذه الأحزاب التي تملأ الدنيا ضجيجا بالحديث عن السيادة والحديث عن الوطنية؟ ليست هناك مشاريع وطنية لدى هؤلاء أبدا، وإنما هناك أمور تخصهم بالذات، ومنها التدخل الإيراني الفظ في هذه المشاريع الذي هم يدعون لها بشكل غير واضح أصلا، وإنما يمدون الطرف الإيراني في أمور أخرى، وهي
كسب العملة الصعبة وإرسالها إلى إيران، تزويد إيران للعراق بمواد استهلاكية، خضار وفواكه ولحوم ودجاج إلى آخره، من أجل أن يبقى العراق بدون صناعة أو زراعة، وإنما يعتمد على دول الجوار من أجل إنضاج هذه المهمة. وبالتالي هؤلاء هم المسؤولين عما يترتب على كل هذه الأمور التي قامت منذ عام 2003 ولحد الآن. ويجب أن يكون هناك انتخابات جديدة بظل دستور قائم على المواطنة، وإجراء انتخابات حرة ديمقراطية مع وجود مفوضية مستقلة فعلا، وجود أي محافظة، لا وجود لأي محافظة طائفية في هذه المفوضية. شكرا لكم دكتور محمد جواد فارس من لندن، الكاتب والباحث السياسي.